ابو اميره. اول شيء وجود، انا بسالك سؤال بالله، انت قلت صناع القرار في الاتحاد يجب ان يتحركوا، يجب، من هم صناع القرار في الاتحاد؟ هذا السؤال مهم ترى، من هم؟ ما ابغى اعرف والله. اداره الاتحاد انمار وكعكي. اوكي، انمار وكعكي مع حفظ الالقاب طبعا، مع حفظ الالقاب طبعا، احنا ما نعرف الا هم الاثنين. برافو عليك. الحديث الان طبعا هذه الشركه الغير ربحيه، الربحيه اكيد في ناس مسؤوله برضو، صح؟ الحديث الان انه لو تلاحظ لما يفوز الفريق يطلع انمار مثلا، حتى في انديه المستحوذه الثانيه، بعض الانديه يعني يطلعوا مبروك جمهورنا العظيم وهذا الفوز الكبير، وهذا الفريق يخسر ولا تسمع ولا شيء. انت ذكرت هذا قبل، قلت طم غريب ولا حد يتكلم، في همسات همهمات من تحت لتحت يمكن مرسوله بتعمد او غير تعمد في السوشيال ميديا، انه ترى انمار والكعكي ما لهم علاقه الان، في اداره اخرى اللي بتدير، يعني داخل في الربح خارج في الخساره. عشان كده انا بعرف من هم صناع القرار، عشان الجمهور واحنا كمان لما ننقدهم، مضبوط ولا لا؟ هذا واحد. اثنين، انا اتعامل مع اللي قدامي يا ابو امير، انا يعني ما اقول لك شيء، يعني خلنا اقول لك شيء. تفضل. في الهلال انا شايف فهد بن نافل. حلو. في النصر انا شايف احمد الغامدي. تمام. في الاتحاد انا شايف انمار وكعكي، يعني حتى لما يطلع لاعب ما يطلع واحد، يطلع اثنين حاطينه بالنص. عارف علي؟ الاهلي طبعا انا ما اعرف مين اللي يدير المشهد، يعني ما اعرف بصراحه، انا اتكلم بكل امانه، انا ما اعرف مين اللي في الاهلي يدير المشهد، هو رئيس العيسى ولا في احد ثاني، بس هذا المشهد اللي قدامنا. عشان كذا خل كلامك الانمار وكعكي. صحيح، بالضبط بالضبط، ما عشان هم اللي نعرفهم، هذول هم اللي بيظهروا وقت يفوز الفريق، يظهر وقت التصوير زي ما ذكرت، ممتاز. نجي لاداره الازمه، اذا يعني انمار كعكي اداره الازمه، الا مر على الاتحاد ترى مر على الهلال، خسر البطوله العربيه امام مين؟ امام النصر، تعادل مع ضمك والفيحاء. بدا الكلام، ذكرتها قبل شويه خصوص ايش سوت اداره الهلال؟ شوف الفن، شوفوا فن التعامل، فن اداره الازمه. خيسوس باقي، انتهى الموضوع. عاد في اشياء في الخفاء اكيد دارت. شوف الان الفريق كيف رجع لمساره الطبيعي. الاتحاد بدات المشكله واستمرت وكبرت ووصلت الى هذا الحد. مستحيل تجي لمدرب مثل نونو سانتو العام جاب الدوري والسوبر ب 13 14 لاعب. الان مدرب سيء صار، خلاص مدرب لا يصلح. مستحيل، واضح البيئه فيها مشكله. دليل على البيئة اللي فيها مشكلة انه الوضع الاتحادي الان فيه مشكلة، حتى لا تذهب دائما شوف لا تلوم المدرب اذا الاوضاع فيها متوترة في النادي ككل. مستحيل تحاسب المدرب، ما اقول ننزه المدرب له اخطاء، ولكن في تأثيرات عليه قوية جدا غيرت من تفكيره، غيرت من طريقة